سيد ساركيس، أعتقد أنك عدت إلينا الآن وتسمعني بشكل جيد. نعم لو سمحت أكمل ما كنت تتحدث عنه بخصوص رؤيتك لهذه الزيارة للمبعوث الأمريكي. يعني حاول المبعوث الأمريكي بأن يضيف بعض الأمور، منها أن يكون هناك منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل، وهذا الموضوع أنا برأيي مستجد ولا يمكن من قبل المقاومة أن تقبل به. هناك محاولة لإضافة بأن يكون لإسرائيل حق المراقبة جوا وبرا وأن تتدخل برا بعدة أمور، أن يكون هناك قوات دولية بدل اليونيفيل. أنا برأيي النقطة الجوهرية بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية افترضت بأن موازين القوى تغيرت، لذلك بأن سيكون هناك نوع من الاستسلام أو نوع من الموافقة المطلقة من جهة لبنان وخاصة المقاومة، وهذا أنا برأيي ليس مسلم به، لأن المقاومة ما زالت قادرة على توجيه ضربات موجعة لإسرائيل، منها ضرب منزل نتنياهو، منها ضرب القواعد العسكرية. لذلك لا يوجد تسليم بأن موازين القوى تغيرت، خاصة بأن المفاوضات والاتصالات بين إيران والسعودية، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مستمرة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك وقف إطلاق النار لمدة 21 يوم حتى تنتهي عملية الانتخابات، ولكن هذا الأمر يبدو غير مسلم به. تفترض بأن يكون هناك انتخاب رئيس جمهورية، أنا برأيي انتخاب رئيس جمهورية ضمن هذه الظروف غير وارد وغير ممكن. لذلك هذه المهمة إذا كانت محصورة بهذه الأمور لن تؤدي إلى نتيجة، لأن إسرائيل لن تقبل بتنفيذ القرار 1701 كما هو وارد، بل تريد إدخال مجموعة من التعديلات، وهذه التعديلات تتطلب يعني جهود دولية أو مؤتمر دولي للوصول لها. لذلك أنا أعتقد بأن التصعيد سيستمر، إن كان من ناحية العمليات أو من ناحية العمل في جنوب ما بين قوات المقاومة وإسرائيل، وإضافة تعديلات بهذا الشكل وكأن هناك تسليم بالتفوق الإسرائيلي أو بتغيير موازين القوى أو نحن أمام شرق أوسط جديد، أنا برأيي من المبكر التسليم بهذه الأمور. هذا يتطلب مزيد من المفاوضات والاتصالات والتسويات التي وهي غير موجودة حتى الآن. لذلك أعتقد بأن المساعي الأمريكية حتى الآن لن تؤدي إلى نتيجة، وهي ما زالت في مأزق، لأنها تريد أن تمر الانتخابات وتكون الأمور هادئة، ولكن نتنياهو سوف يسعى إلى تصعيد الوضع لأنه يريد توريط الولايات المتحدة الأمريكية بصدام عسكري مع إيران، لأنه يعتبر أي تفاهم أمريكي إيراني سيكون على حساب إسرائيل.